ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كده في سوق الخميس في المطرية هنصوركم بقى الجبارات عند محمد بيفرش فين؟ عند مسجد الفاروق. شايفين بقى التثريز بتاع المفارش ده، المفرش ده ب650 جنيه. في منه اشكال كتير، في عنده بالمتر، بتباع بالقماش كده بالمتر، في عنده متفصل. شايفين ده اشكال تانية هي نفس الصورة كده، ممكن تاخديه انت تفصليه وبتشتري الجبر بتاعه كده وتركبيه وتتجه العلبة. كان فكرة كمان الناس بتشتريها، ممكن تشتريها كمان. شايفين شكل المفرش عامل ازاي؟ في حاجات ب650 وفي حاجات ب700، كل حاجة ولها ايه سعرها. وهوريكم القماش برضك الشغل بتاعه، ده القماش اهوت. شايفين الحاجات ده ما شاء الله تحفة، عنده تشكيلة قماش يعني حلو. عنده الابيض والكشمير وعنده الكافيه، 3 الوانات، بس الابيض بتاعه تحفه بصراحه. يعني اللي المفرش بتاع العروسه انت بتجيبيه من بره اغلى من كده، لو انت خدتيه وعملتيه مش هيكلفك حاجه. الواناته ما شاء الله جميله، شايفين الاشكال بتاعته. وعنده الجبرات كلها من اول 7.5 لحد 20. شايفين المفرش عامل ازاي؟ شوفوا دي كمان شكل اهو، في كذا شكل عنده، يعني في كذا شكل وكذا رسمه. بقيت الفيديو مع بعض كده، شايفين الرسومات ما شاء الله، عنده شوية قماش بتاع المفارش، عنده الجاكار حلو قوي. ده هنشوف المفرش اهو، شايفين التتريس بتاعه والشغل بتاعه، وعنده الجبرات اللي بتتحط عليه. ممكن في عنده جاهز وعنده متفصل، في حاجات مديه على ستان اهو زي ما انتم شايفين كده، ده ابيض بردك، عنده تشكيلة جميلة. طبعا هنشوف الحاجات التانية الموجودة عنده. في ناس بقى بتتفرج في حاجات اللي هي اللي هو مفصلها، اللي هي جاهزة مشغولة عنده جاهزة هي. شايفين الشكل بتاعها ما شاء الله تحفة، الرسومات بتاعتها والألوانات بتاعتها جميلة. بعد كده بقيت الفيديو زي ما انتم شايفين، ده مفرش جاهز اهو، شايفين الجبر بتاعه والرسمة بتاعته ما شاء الله، التشكيلة بتاعته حلوة اوي. كان بقول بستمية وخمسين جنيه. شايفين الشكل بتاعه حلو اوي، ده اللون بتاعه في الابيض وفي الكشمير وفي الكافيه. وعنده بقى التل ده زي ما انتوا عاوزين، من اول 7.5 لحد ايه، لحد 20. في عنده متفصل، وفي انت بقى تاخدي بالمتر. السريرين بياخدوا 5. الفيديو مع بعض كده زي ما انتوا شايفين، دي مفارش اطفال، دي ستان، دي قماشتها خفيفه شويه، لكن اللي هي الابيض التانيه قماشتها تقيل. دول الطقم على بعضه ب850 جنيه. شايفين التتريس بتاعه، انت ممكن تشتري من عنده، تشتري العلبه وتحطي فيها، ما شاء الله الشكل بتاعه حلو. وممكن عنده بالقماش بردك، يعني عنده المتر بتاعه، ممكن تشتريه بالمتر زي ما انت عاوزه كده. شايفه الشكل بتاعه، الابيض بتاعه جميل والرسمه والتتريس بتاعه حلو. عنده تتريس، عنده الجبرات بقى كلها موجوده من اول 7.5 لحد 20. بتختار الشكل اللي انت عاوزاه وتاخديه، انت ممكن تركبيه براحتك، اي حد يعمله لك توديه لاي حد يعمله لك، او لو انت عايزه تشتري الجاهز من عنده مفيش مشكله. ما شاء الله شايفين الابيض بتاعه عامل ازاي، كان في الابيض وفي الكشمير وكان في الكافيه، كان عنده كذا رسمه، كذا لون وكذا رسمه. شايفين ده جبرات بقى دي بواقي، كان بيقول المتر بتاعها ب15، يعني ممكن تلاقي في حته مقطوعه، فتله منسله، دي معروفه دي كده، المتر بتاعها ب15 جنيه. فين بقى الجبرات ديت؟ ما شاء الله كان عنده تشكيله حلوه، الواناتها جميله، وحتت صغيره وحتت كبيره. ده في مفرش سرير اهو زي ما انتم شايفين كده، ده اللون الكشمير، لونه حلو قوي وخامته جميله. المفرش ما شاء الله، المفرش تحفه، شايفين المفرش شكله عامل ازاي، حلو قوي. اللي تحت ده كان ب500 جنيه، ما شاء الله جايب تشكيله جميله. وعنده الجبرات، كل جميع الجبرات موجوده عنده، العريضه والرفيعه، يعني عنده اشكال حلوه كتير بصراحه. ده جبرات في ب7.5، من اول 7.5 لحد كام؟ لحد 20. ها من اول 7.5 لحد 20 صح؟ شايفين الجبرات دي ما شاء الله جايب تشكيله حلوه قوي. هو بيقعد فين؟ في سوق المطريه، يوم الخميس في سوق المطريه. ها اسود، شايفين الشكل بتاعه عامل ازاي ما شاء الله. دي كلها جبرات اهي، حلوة قوي دي، جميلة. ده حلو كمان اهو، والموف ده كمان، يعني من اول 7.5 لحد 20. حلو قوي ده، جميل قوي.
شايفين الالوانات الجبارات كلها ده عند محمد، حلو قوي ده، تحفه بصراحه. شايفين ده حلو، حلو ده جميل. شايفين الشكل بتاعه ما شاء الله، حلوة قوي دي، جميلة. ده الشكل بتاعها، ده كمان ده حلو قوي، ده جميل. شايفين الحاجات دي كلها حلوة قوي، ده كل الألوان بتاعته موجودة ما شاء الله. وعنده شوية قماش بتاعت ملايات اللي هي الجاكار وكده، ملايات جاهزة، في ملايات جاهزة وفي بالمتر ما شاء الله. المفرش عنده تاخديه تعمليه ما شاء الله تحفة، حلوة اوي دي كمان. شايفين الرسمة دي ده كمان، كل الجبرات ما شاء الله عنده، حلوة اوي ده كمان اهو، حلو قوي ده ما شاء الله تحفة. التركواز ده جميل، والأصفر والأبيض حلو قوي ده ما شاء الله تحفة بصراحة. شايفين ده كمان الألوان دي كلها فين أهي، حلوة قوي ده كمان. شايفين الحاجات دي موصلهم لك ما شاء الله، والله عادي حلو قوي، عادي واجيلي ما شاء الله. بكام ده؟ ابو 20 يا محمد؟ ده ابو 20 150 110 80 ده ابو 20 ده 20 ده 20 ده 25 ده 25 ده 10 جنيه ده ب 25 اللي هو الارض 40 سم 40 سنتي 10 جنيه. شايفين ده ما شاء الله عنده تشكيله جميله، وده 20ات صح؟ ده كله 20 الابيض 50 المبمبه والكافيه، عنده اشكال جميله ما شاء الله تحفه. شايفين الحاجات ده كلفه اهي، بكام امتار بقى القماش ده؟ ده بكام الابيض ده بكام؟ ده 150 150. السرير ياخد كام متر اللي زي ده كده؟ ياخد 3 متر بالخداديات، 3 متر مرتاح صح؟ وياخد كام كله؟ كلفة 10 متر 10 متر؟ ما تقول لي رقم التليفون يا محمد. 041 041 83 83 70 70 89 89. انت بتفرش فين تاني غير هنا؟ سور الخميس في المرج، حد في شبرا، حد في شبرا، ثلاث في المرج، ثلاث في المرج. ماشي. خميس المطرية، خميس المطرية 3 متر. شايفين ده ما شاء الله تحفة. الستان ده كام؟ ها؟ حسب ما انت بقى عايزه يا محمد. مترين مترين. الستان ده عامل كام؟ الستان ب 80. المتر بتاعه 80 والسرير ياخد قد ايه؟ 4 3 عرض كله 3. اي حاجه كله 3 والقطيفه 110 والسرير ياخد 3. عندك شحن لو حد عاوز شحن؟ يا باشا شحن كل اي حته في مصر، اي في مصر. ربنا يوسع عليه. ب 40 متر ما شاء الله، جايب حاجات تحفه، مفارش جميله يا باشا ما شاء الله، حلوه قوي المفارش دي. شايفين الاشكال؟ والله حاسد من نفسي. شايفين الحاجات دي؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير، لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله لو رحت تاني ولقيته منزل تشكيلة جديدة صور لكم عنده. بصراحة عنده شوية جبرات وعنده ستان، مفارش اللي هي بتاعت العروسة اللي هي بتاعت ليلة الدخلة بتاعت الفرح ما شاء الله، عنده تشكيلة تحفة والألوانات بتاعتها حلوة والتتريس بتاعها جميل قوي. زي ما انتم شايفين كده احنا صورنا عنده كل حاجة، وبيقعد فين؟ قدام مسجد الفاروق عمر في سوق الخميس في المطرية، وهحط لكم رقم التليفون اللي يحب يتواصل معاه. 700 كم؟ 700 700 كل حاجة لها سعر، كل حاجة لها سعر؟ في 650 650 في الخامة القطن دي؟ 50 ما شاء الله جميلة، حلوة أوي ده. شايفين الشكل عامل ازاي؟ ده النوع ده قماشته ايه ده؟ قطن، جاكار قطن ما شاء الله، جميلة تحفة. ايوه يا قبل احنا هو
خلاص ماشي. حلوة أوي. شايفين الحاجات دي كلها فين؟ عند محمد. مدرسة رفاعة الطهطاوي. صورتهم. السلام عليكم ورحمة الله.